محطتنا الأخيرة رح تكون مع المحطة القانونية. يعتبر سند الأمانة من أكثر الأمور المتداولة بحياتنا اليومية. شو هو سند الأمانة وشو شروطه وكيف ينظر القانون السوري لسند الأمانة؟ كل هاي التساؤلات رح تضيفنا عليها طبعا وتجاوبنا ضيفتنا المحامية ساهير أقبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذة. صباح السعادة لحضرتكم لجميع المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. متعارف عليه بسند الأمانة عند المجتمع السوري ورقة بيضاء بيوقعوا عليها ممكن أو بصمة، ولكن احنا حابين نعرف شو هو سند الأمانة وفق القانون السوري وشو شروط اللي يجب توافرها فيه. تماما، بالنسبة لسند الأمانة مثل ما فضلته هو من أكثر الأمور المتداولة في مجتمعنا، وإذا بنصرف جرم ساءة الائتمان هو من المصنف من الجرائم الواقعة على الأموال وليست على الأشخاص. المادة 656 بقانون العقوبات حكيت أنه كل من أقدم قصدا يعني يعتبر جرم مقصود على كل من أقدم قصدا يعتبر هو جرم مقصود على اختلاس أو تمزيق سند يتضمن تعهد أو إبراء أو أي شيء منقول آخر سلم إليه بطريق العارية أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو الإجارة أو أي عمل معين بمقابل إجراء أو من دون إجراء ولم يعيده أو سلمه في الوقت المعين يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مقدارها ربع قيمة الردود والعطل والضرر إلى النصف على أن لا تقل عن 2000 ليرة سورية. من هالحكي بيّن معنى أنه سند الأمانة وجرم إساءة الائتمان بده يكون كيف بينشأ عنه، بده يكون أنه شخص أودع أمانة عند شخص آخر بنسميه المؤتمن، وهذا الشخص لحين الطلب طبعا، وهذا الشخص وقت صار استحقاق موعد الطلب رفض، نكر أنه عندي أنا أمانة ورفض رد إليه وبده يحول حيازتها من ناقصة لحيازة تامة. هون عنا بيوقع جرم إساءة الائتمان طبعا بعد شروط معينة اللي هي انه نكون عملنا انذار وخبرنا اياه وقضت مهلة الانذار. نحن مشان يكون عنا سند الأمانة مستوفي شروطه ويكون له مؤيد جزائي، انه بتعرف نعرف انه سند الأمانة له مؤيد جزائي هو الحبس، في كثير شغلات لازم يستوفيها، على رأس اهم شيء انه يكون معنون بانه سند أمانة، واذا ما كان معنون بسند أمانة ممكن نذكر كلمة الأمانة بمتنه كافية بمتن السند انه هو تم إيداع أمانة لحين الطلب. كمان بالنسبة للموضوع انه ما نذكر نحدد انه ايمتى الطلب، معلش نتركها مفتوحة نكتبها لحين الطلب، امانة لحين الطلب، لانه في اجتهادات عندنا بمحكمة النقد بتقول انه اذا تحدد هذا الشيء بيضعف، يعني مثلا انه نقول سند امانة لثلاث اشهر لثلاث سنين لخمس سنين هذا بيضعف من سند الامانة من قوته، وممكن ممكن نعتبره سند دين مدني عادي، يعني ما عاد فيه قوة الالزامية اللي هي الحبس. نرجع لعنا بده يكون عنا في بيانات المؤتمن، عنوانه، توقيعه، التوقيع كتير مهم، التوقيع ممكن يكون عن طريق الأمضاء المتعرف عليه، ممكن يكون عن طريق الختم، ممكن عن طريق البصمة، والبصمة هي أفضل شيء لسهولة الإثبات. نحدد شو هو موضوع الأمانة، لازم نحددها بشكل واضح، يعني ينفي الجهل، يعني بشكل واضح وصريح، وإذا كان في مبلغ نذكره بالرقم وبالكتابة، مثلا 10 مليون، حتى نحن أحيانا حالات بصير إنه ممكن يسقط سهوا صفر، العبرة للكتابة بنكتبها 10 ملايين، بيفضل ينكتب المبلغ رقما وكتابة. في عنا كمان موضوع انه تطهيره للسند، هذا بيطهر نحن عند بالدوائر الماليه، وفي عنا موضوع انه نحدد امتى نحن تاريخ تنظيم سند الامانه، لانه تاريخ تنظيم سند الامانه بيفيدنا كثير مشان ما يعتبر نحن وقت زايد علينا لما بنروح نطهر بالماليه، اذا ما كان له تاريخ ممكن يحسبوا لي له مده طويله كثير وارفع الرسوم اللي بدي ادفعها انا للماليه، اما انا ممكن تاريخ تنظيمه اسبوعين كحد اقصى بروح بطهره بالماليه بصير عندي الرسوم اللي بدي ادفعها قليله طبعا ما عدا رسم الطابع. هي الشروط، إذا استوفاها سند الأمانة بيكون له القوة القانونية. طبعا بدي نوه كمان أنه سند الأمانة ما بيوقع حصن إلا على المنقول، يعني ما في شيء اسمه إساءة ائتمان بعقار. مثلا هلا بتجينا حالات شخص سافر خارج البلد وصى صديقه قريبه انه يطلطل له على بيته وعطاه مفتاح العقار، ممكن يجي لي انا ما في ايدي عليه بسنه اساءه ائتمان العقار، لا بقول له اساءه ائتمان حصرا بده يكون مجاله منقول. بالنسبه للعقار هذا له توصيف جرمي ثاني بنسميه غصب عقار، وعقوبته غير عقوبه اساءه الائتمان، طبعا بتيجي اقل شوي لانه العقار لساته انه بيضل بحيه الثابت.
استاذه كمان خلينا نحكي اليوم، قلتي انه ممكن يتحول من سند امانه لسند مدني او ما يعرف بالكمبياله، شو الفرق بيناتهم لحتى يكون تمام. هذا مستوفي شروطه كسند امانه، شو هو الكمبياله يعني؟ هلا اذا بدي وازن انه فرق بين السند الامانه والسند السند العادي او الكمبياله، السند الامانه براجع ممكن في اني راجع في القضاء المدني والقضاء الجزائي، اما بالنسبه لسند العادي المدني الدين العادي او الكمبياله حصرا بيراجع في القضاء المدني. القضاء لما سند الدين العادي براجع في القضاء المدني، وان انا ما عندي قوه غير يعني ما عندي مؤيد جزائي هذا الحبس، فقط هذا الحبس موجود بسند الامانه، لهيك بيبقى سند الامانه اقوى واضمن. كيف انا بينفعني سند الدين العادي؟ سند الدين العادي بينفعني اذا عنده املاك المدين، اقدر احجز شيء على امواله، اذا ما قدر يهرب امواله كمان فيني، اما اذا قدر يهرب امواله وما عنده شيء كان معسر، هون عندي صارت مشكلتي مشكلتين، منه انه سند الدين، منه انا ترتب عليه مصاريف وخساره زايده للموكل. بالنسبة لسند الأمانة، سند الأمانة أقوى لأنه عندي في حال كان معسر ممكن ألجأ للحبس، أضغط عليه بالحبس حبسه من الست شهور لثلاث سنوات. أيضا في عندي موضوع الحبس الإكراهي بسند الأمانة، في حال أنه التعويض أحيانا بيحكم بالتعويض إضافة للحبس كعقوبة سند أمانة، هذا الشيء ما في عنا إياه بموضوع سند الدين العادي، وهذا التعويض إذا ما قدر يدفعه ممكن يستعاض عنه بحبس إكراهي لمدة لا تتجاوز سنة. أيضا السند الأمانة هو دليل كتابي يعني سهل الإثبات، ما بيضحط يعني، او اذا بدي ابطله الا بدليل كتابي اخر، يعني ما في شيء انا يقول لي هذا لا مو كتابتي الا اذا هلا بنحكي عليها انه اذا انكر توقيع او بصمه، يعني دليل كتابي بده لننكره دليل كتابي اخر. هلا احيانا بيقولوا لك انه نحن كثير حالات بتسمعيها مقابل موبايل عم ياخذوا سندات امانه، بيوقعوا سندات امانه فاضيه او سندات امانه بقيمتها اعلى، او ممكن مشان اقساط سياره ايجار بيت، بنسمع حالات انه وقعوا سند امانه. هلا هون انا العبره انه هذا سند امانه، ما بيهمني انا انه هو لايجار بيت الا اذا كان بدليل كتابي انه مصرح هذا الشيء، انه انا كان مقابل ايجار البيت انا عملت سندات الامانه بدليل كتابي اخر، يعني ما فيني اروح دليل كتابي الا بدليل كتابي اخر يوازي بالقوه، مشان هي من ادله الاثبات عندنا بقانون البينات. نعم استاذه، حكيتي نقطه كثير مهمه وهي شائعه اليوم بالمجتمع السوري، سند الأمان الفارغ يلي بيكون لشراء موبايل أو قصة أو حتى استدانة مبلغ، ولكن الشخص بيقول أنا بدي أضيف عليه فوائد بعد فترة. خلينا نحكي عن خطورة هذا الشيء قانونيا، وبحال تم استغلال هذا السند الأمان الفارغ بطريقة بتضر بالشخص يلي وقع عليه، كيف ممكن يتصرف؟ تماما. هلأ دائما بنصح إياك ثم إياك أنه يتوقع على سند أمانة فارغ أو على أي ورقة بيضاء، لأنه التوقيع على بياض عنا بالقانون يعتبر التزام بما ورد على أنا أبلان، أنا لما موقع معناتها أبلان بكل شيء، أصلا ممكن ما ينحط بس مع فوائد، ممكن نحط مبلغ خيالي، ممكن نحط 10 مليون مقابل أي موبايل، ممكن يرتب لي التزامات ثانية. الأهم شيء أنه إذا على الأقل ما مليت باقي المحتويات، أهم شيء ينذكر مبلغ الأمانة، يعني يتحدد واسم الشخص اللي صالحه هذا تم هذا الشيء، وإلا أنا بوقع بمشكلة قانونية، يعني أنا توقيع على بياض هيك معناتها أنا أبلان بكل النتائج اللي صادرة عنه. طيب خلينا نحكي كمان الحكم القانوني في حال أنكر اللي موقع سند الأمانة أنه هي بصمتي أو هذا توقيعي، شو ممكن يصير من إجراءات؟ تماما، بتصادف كثير حالات بندعي المدعى عليه اللي هو المدين أنه على المحكمة في عليك أنه جرم إساءة ائتمان، بيجي على المحكمة بينكر بيقول هاي مو توقيعي هذا مو بصمتي، هون المحكمة بتقرر إجراء الخبرة أو المضاهات، تطبيق أو المضاهات على بصمته، وهي البصمة أفضل لأنه يصعب يعني أنه من السهولة إثباته وصعب أنه نكرانه. بيجي خبير من يعني اسمه وارد جدول الخبراء، بيقرر إجراء الخبرة والمضاهات على أي شيء باصم عليه، مثلا ممكن بالنفوس، ممكن يكون له أملاك بالطابو، أي شيء بيكون له بصمة، بيقارن هاي البصمة مع هاي البصمة، وهون بقى ما عاد في يعني ينفي، بيطلع أنه يا هي بصمته يا هي مو بصمته. تماما. إذا خلينا نحكي اليوم إذا صارت مشكلة معينة عن خلاف بسبب سند الأمانة، ولنفرض سند أمانة فاضي، حدا حط مبلغ أكبر، أو واحد أنا إلي عليه سند أمانة نكر بصمته، كيف بده الواحد يحرك دعوى الحق العام؟ من وين بده يبدأ؟ تماما، بداية كسند أمانة بشكل عام إذا كطرق تحصيله، في عندي أنا ثلاث خيارات، أول شيء في عندي القضاء المدني أو القضاء الجزائي أو دائرة التنفيذ. إذا بدنا نبدأ نحكي إمتى بنلجأ للقضاء المدني؟ أنا كشخص دائن بلجأ للقضاء المدني لما بعرف إنه
المدين انه عنده اموال ممكن احجز عليها، ساعتها بطلب بلجأ للقضاء المدني. القضاء المدني طبعا بيطبق، مشان اوضح، بيطبق قواعد القانون المدني، اما بالنسبه للقضاء الجزائي بيطبق قواعد قانون العقوبات. القضاء المدني امتى بلجأ له؟ لما بيكون المدين عنده اموال وانا ممكن اقدر احجز له على امواله. ممكن حتى انا اطلب دعوه، اسمها نحن عندنا بالقضاء المدني هي مطالبه بمبلغ بحجز. طبعا هون ما في انذار، هلا بنحكي بعد شوي انه شو شروط الانذار اللي لازم يتم بموجب الدعوه الجزائيه. هون ما في انذار، فقط بعمل بقدم دعوه مطالبه بمبلغ وحجز. حتى ممكن استبق اطلب حجز بصوره مستعجله، يعني بغرفه المذاكره من دون دعوه الخصومه، مشان لو سمع المدين ممكن يهرب امواله. طبعا طالما انا معي السند بيثبت احتماليه انه وجود حق، بتعطيني المحكمه حجز احتياطي طبعا وليس تنفيذي، يقلب بعدها الى تنفيذي في حين انا اخذت يعني ثبت انه فعلا في لي حق. هذا بالنسبه لموضوع القضاء المدني، طبعا رسومه عاليه. اذا بنروح للقضاء الجزائي، امتى بلجا انا كدائن للقضاء الجزائي؟ لما بعرف انه ما عنده معسر، او ممكن يكون اسمع انه هرب امواله. هون ما عندي غير الوسيله اللي اضغط عليها فيها، هي الحبس من 6 شهور ل3 سنوات، طبعا بموجب التعديل، لانه كان سابقا من 2 لـ2 سنين، طبعا قبل المرسوم التشريعي رقم 1 الماده 18 منه بال 2011. بنرجع بقى هذا الموضوع انه كيف طريق الجزائي. الحاله الثالثه ممكن فتله هي دائره التنفيذ المدني، هي دائره وليست محكمه، اجراءاتها اسهل، ممكن استحصل فيها على حجز تنفيذي مباشره، ولكن بحالة معينة أنا بفتح أدوار تنفيذية، بفتح ملف تنفيذي، بأخطر المنفذ ضده هو اللي هو المدين 5 أيام المهلة. إجا ما إجا المدين، معناتها أنا ثبت إنه إلي حق فيها، بيقرر رئيس التنفيذ فورا الحجز التنفيذي إلي. في حين بس فقط قلت هي المشكلة إنه إذا إجا المدين وأنكر أو قال أنا دافع هذا المبلغ، هون بعد بقدر بقى رئيس التنفيذي يتدخل، لأنه هي ما لها محكمة. رئيس التنفيذ فقط بيظبط إذا كان في فعلا إنه ما في إنكار. أما إذا في مشكله واختلفوا بين بعضهم انه قال لا انا مالي دافع او انا او انكر، يعني اعترض على هذا الشيء، بيطلب من صاحب الامانه دعوة. صاحب سند الامانه يتابع بقى مع القضاء، تمام. ممكن يراجع القضاء المدني او ممكن يراجع القضاء الجزائي، له الخيار. يعني ما في مشكله لو فايت بدائره التنفيذ ممكن يرجع يختار القضاء المدني او القضاء الجزائي. اكيد خيارات قانونيه كثير موجوده تمام، او متاحة. ممكن الانسان يتعامل معها او وصفها القانون سوري. بدنا نشكرك على كل هاي التفاصيل، شكرا لوجودك معنا. يا هلا. بس فقره اذا في معنا وقت، بس انه بدي اذكر انه الانذار اي ثواني، بس انه ما بيتحقق جرم اساءة الامانه الا من تاريخ ارسال الانذار كاتب عدل والامتناع عن التسليم تماما. وبالنهايه اذا بختم بشيء بسيط، انه بقول لاي شخص اياك توقع على اي ورقه فاضيه، اياك توقع على اي سند قبل ما تقرا، تسال اهل الاختصاص وتعرف انه اذا انت وقعت على بياض فانت ملتزم بما وقعت عليه. تماما. يا هلا، شكرا كثير لك ولكل المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها. يا هلا، الله يعطيكم الف عافيه.